موجوده، وايضا رجال البحث الجنائي. اعتقد ان الداخليه لا تدخر جهدا في توفير الحمايه الكامله مرور هذه الايام على مصر بخير وسلام. واعتقد حينما يتعانق عيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف، فاعتقد تدي الحقيقه رساله عظيمه جدا للعالم ان المسلمون والاقباط في مصر لحمه واحده، لا يستطيع كائن من كان ان يفوت في عدد هذه اللحمه القويه. كل الشكر للداخليه والسيد الوزير وايضا معاونيه اللي هم الحقيقه بيبذلوا كل الجهد وكل الامكانيات ويوفروا كل الامكانيات في ان تمر هذه الايام بخير وسلام على مصر. الحسن المستشار، اتساقا بكلام سيادتك، تضحيات وزاره الداخليه كل يوم بنشوف شهداء من ابناء الداخليه فداء لحاله الامن والاستقرار على ارض الواقع في مصر. سيادتك بتقول شفت بعينك عمليه التامين المستمره بشكل او باخر، هذه المره في تقديرك هناك نظره مختلفه لتامين البلاد، مش بس الكنائس ولكن كل المنشات الهامه خلاف السنوات السابقه، في تقديرك انت؟ في تقدير طبعا هناك امكانيات اكثر واجراءات اوفر ووسائل اسرع، باعتبار ان كمان مش بس الاعياد، باعتبار ان كمان مثل هذه الايام من السنه بيبقى فيها موسم السياح القادمين من الخارج وموسم الاجازات ايضا بمناسبه الاعياد، وايضا طبقا للظروف الراهنه والتي تمر بها البلاد والتهديدات التي تعرض لها البلاد من حين لاخر. فاعتقد ان كثافه امنيه غير معهوده وغير مسبوقه توفرها الدوله والداخليه على وجه التحديد لهذه الاماكن. انا بشكرك جدا السيد المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، شكرا يا فندم. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الجوله في حلقه اليوم من القاهره، فاصل قصير ثم نبدا وقفتنا الحواريه الاولى في حلقه اليوم من القاهره حول مشاركه المصريين في الخارج في البرلمان القادم، ليس فقط كمصوتين في الانتخابات ولكن ايضا كمرشحين. ابقوا معنا. Thank you.
حضراتكم مشاهدينا الكرام أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة. الانتخابات البرلمانية بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج من حقهم المشاركة في عملية التصويت وأيضا الترشح ليكونوا أعضاء في مجلس النواب القادم. طيب إزاي؟ القواعد اللي حددتها أو حددها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قال إن من حقهم 8 مقاعد في البرلمان القادم. أنتوا وحضراتكم طبعا عارفين إن الانتخابات القادمة بنظام الانتخابات فيها نظام الفردي ونظام القوائم. اللجنة أو القانون الجديد قال إن من حقهم 3 مقاعد في القائمة الأولى و3 مقاعد في القائمة الثانية ومقعد واحد في القائمة الثالثة ومقعد واحد في القائمة الرابعة، ده بالنسبة للقوائم. وكمان من حقهم يترشحوا بالنظام الفردي بشكل منفرد بعيدا عن القوائم. طيب ده المطروح مع حضراتكم لنقاش هذا الأمر. مزيد من التفاصيل وضيفنا بنرحب به مع حضراتكم الأستاذ محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. بداية، ماذا يعني تمثيل المصريين المقيمين في الخارج في البرلمان، خاصة وأن إقامتهم في الخارج ربما تعوق وجودهم في البرلمان والمشاركة في الجلسات والفعاليات المختلفة؟ أولا بشكركم على اهتمامكم بأبناء مصر في الخارج. وعلى فكرة حق الانتخاب وحق التصويت وحق الترشح كان قناة النيل للأخبار لها فضل كبير بالإضافة لوسائل الإعلام الأخرى في أن احنا نحصل على هذا الحق ومن سنوات طويلة. ده دورنا. فإحنا بنشكركم شكرا جزيلا ونشكرك أسرة البرنامج. الحاجة الثانية في نقطتين عايز أنوه عليهم. احنا إن شاء الله داخلين على سنة كلها أعياد بإذن الله، وسنة كلها خير وبركة إن شاء الله. عندك رأس السنة المولد النبوي، عندك أيضا أعياد الميلاد المجيد. كل التحية للإخوة المسيحيين، كل التحية لشعب مصر العظيم سواء أبناء الوطن في الداخل أو أبناء الوطن في الخارج، وكل سنة وانتم طيبين. النقطة الثالثة ودي الصحفيين، بنقول يعني إحنا بنقول الصحفيين لا دعم، لا كفايه دعم السكر والزيت والشاي والبتاع، لا احنا لازم نشتغل، لازم نتحرك. حضرتك بتتكلم عن اي صحفيين؟ احنا دلوقتي كنتوا بتتكلموا على دعم الخبر الاخير، واتصلتوا بنقيب الصحفيين وبتقولوا له بيقول دعم جريده الاهالي ومش عارف ايه وعايزين تحولوا للصحف القوميه وخلافه. ما اعرفش انا سمعت صح ولا لا، انما احنا بنقول لا، هي مشكله عن تاسيس رابطه بداخل النقابه على اي حال. نعم، كلمة دعم دي لازم تشتل من القاموس المصري، لأن لازم ننجح ونواجه العالم ببناء مصر العصرية الحديثة. هو موضوع مختلف يعني، بس خلينا في الانتخابات. طيب ماشي، يعني خلينا في انتخابات المصريين ربما. طيب سيادتك أشرت على أن المصريين في الخارج وحقهم في الانتخاب والتصويت والترشح، والنسبة في القائمة الأولانية 3، الثانية 3، الثالثة 1، الرابعة 1. لا هي بس أستاذة غادة في البداية بتقول لحضرتك 8 أفراد، يعني هو 8 أفراد. نعم، احنا متفقين في الآلية، مش مختلفين في هذا الأمر بشكل أو بآخر. هي الفكرة بس المصريين المقيمين في الخارج، هم مقيمين في الخارج إزاي هيكون عندهم مشاركة في البرلمان؟ وحضرتك عارف النائب علشان يكون متواجد لابد أن يكون متواجد في الجلسات وفي عملية التشريع باستمرار ويكون ملم بالأحداث. هيرجع من بره يقيم في مصر علشان يتابع الجلسات بشكل أو بآخر؟ يعني الفلسفة قبل الدخول في التفاصيل. ممارسة الحقوق الدستورية لمن يجد في نفسه، دي مسؤولية المواطن اللي بيرشح نفسه. خلينا نفصل بين حاجتين، مسؤولية الوطن ومسؤولية المواطن. الوطن بيدي الحق وعلي أنا أمارس هذا الحق، أو لا أمارسه زي اللي قاعد في مصر يروحش ينتخب أصلا، أو زي عضو مجلس الشعب اللي بينتخب عضو في البرلمان وما بيروحش حضور الجلسات. فدي مسؤولية المواطن، فعايزين نفصل بين حاجتين كده. وبعدين احنا عندنا تجارب دول كتير. فرنسا واخده من 19 دوله مواطن فرنسي عشان يبقى عضو في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه، هو متواجد بيحضر الجلسات طبعا بيروح ويحضر. ده هنا بقى بنسميها، نقدر نسميها، طالما كلفت بواجب نحو الوطن فلا بد ان انا اوفي بيه. نعم، احنا بنتوقف مع موجز لاهم اخبار الساعه مع حضرتك استاذ محمد ريان، وسنعاود الحوار بعد نهايه هذا الموجز، ابقوا معنا. موجز وأنباء الحادية عشر مساء، أهلا بكم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء حوار مع عدد من الجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع، وأكد على أهمية إلاء الاهتمام اللازم بتشغيل الشباب من أبناء القرى في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بكل من المهندس إبراهيم أحلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول سبل تنمية وتطوير القرى المصرية اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، فضلا عن استعراض الوضع الحالي لبعض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها. صرح وزير الخارجية سامح شكري بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم خلال الأشهر القليلة القادمة بالعديد من الزيارات الهامة سواء لدول عربية أو أجنبية. وكشف شكري عن أن الربع الأول من العام الجاري من العام المقبل سيشهد توافد زيارات رفيعة المستوى إلى مصر، من بينها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قصفت طائرات سلاح الجو الليبي مدرج طائرات الكلية الجوية في مدينة مصراتة والذي تستخدمه قوات فجر ليبيا في شن الهجمات ضد الجيش. وأكد الناطق باسم رئاسة أركان سلاح الجو أحمد المسماري أن قصف مدرج الطائرات جاء بعد ساعات من غارات أخرى على مواقع بمدينة درنة، مشيرا إلى أن تلك الغارات أسفرت عن مقتل العشرات من المتطرفين وتدمير عدد كبير من آلياتهم. يأتي ذلك فيما لقي جنديان بالجيش الليبي مصرعهما وأصيب آخر جراء الاشتباكات الدائرة مع قوات مجلس الشورى ثوار بنغازي شرقي البلاد. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه سيتم غدا طرح مشروع القرار الفلسطيني المعدل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن. ويحتاج مشروع القرار إلى تصويت 9 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي لإنجاحه، ويواجه معارضة أمريكية وإسرائيلية. ويطالب مشروع القرار بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017. أعلنت الحكومة السورية استعدادها للمشاركة في لقاء تمهيدي وتشاوري يضم المعارضة السورية والذي تعمل موسكو على تنظيمه. يأتي ذلك فيما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة 313 مدنيا بينهم 100 طفل وواحد خلال سنة 2014 نتيجة لنقص المواد الغذائية والطبية في مناطق تحاصرها القوات النظامية في سوريا خاصة في ريف دمشق. أجرت القوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو أجرت مراسم إنهاء مهام القوات القتالية بأفغانستان في إطار القوات المشتركة لقوات المساعدة الأمنية الدولية إساف بعد مهمة استمرت أكثر من 13 عاما وشهرين. وقام الجنرال جون كامبل قائد القوات المشتركة بإنزال علم إساف إذانا بانتهاء العمليات القتالية رسميا ورفع علم البعثة الدولية الجديدة. وأكد كامبل خلال كلمة ألقاها أمام حشد من الجنود والمسؤولين العسكريين الدوليين والأفغان أن قوات المهمة الجديدة والتي أطلق عليها اسم الدعم القوي ستركز على تدريب القوات الأفغانية وتقديم الاستشارات اللازمة. نهاية الموجز، أعود إلى الزميلين غادة فاروق وفوزي جدالله لاستكمال باقي فقرات برنامج من القاهرة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية بحضراتكم وضيف الوقفة الحوارية الأولى في من القاهرة لهذا اليوم الأستاذ محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج. بجدد التحية بحضرتك أستاذ محمد. كنت حضرتك بتتحدث عن تجارب الدول الأخرى في مشاركة جالياتها في البرلمانات الخاصة بها. الجمعية الوطنية بتضم 19 دولة، واخدة من كل دولة واحد فرنسي مهاجر وموجود في الجمعية الوطنية الفرنسية، لأن لابد، لأن دي يعني عايز أقول في الدول تواجد فيها المهاجر يعتبر ثروة لما يكون عضو في البرلمان لنفس الدولة. نعم. حسن العلاقات الفرنسية، يقدر يحل مشاكل، يقدر مع البرلمانات اللي متواجد فيها الزملاء هناك، يقدر يضيف حاجات كتيرة. على أي حال الدول الأخرى زي تونس
يعني تونس برلمان صغير ومدخلين حوالي 18 عضو من التونسيين المقيمين في الخارج. فرنسا، الجزائر برضه مدخله، المغرب موجود، فلبنان نفس الحكايه. ده بالعكس، ده احنا في الفتره اللي جايه يعني، هو طبعا يعني احنا قلنا خطوه على اعتبار ده مرحله انتقاليه وخريطه الطريق، وان 8 اعضاء فقط لعدد المصريين، احنا خامس دوله مصدره للعمال على مستوى العالم، 10 مليون ياخدوا 8 اعضاء، لكن على اي حال احنا بنقول دي مرحله انتقاليه وهتمر عشان خريطه الطريق، ويجب علينا ان احنا نساند الدوله في اي اتجاه تاخده، انما كان من الافضل ان يكون عندك 120. طب هنسمع مع حضرتك مع الدكتور علي عبد العال عضو لجنه تقسيم الدواء الانتخابيه هذا الامر. دكتور مساء الخير. دكتور علي، احنا ضفنا في الاستوديو الاستاذ محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج. الحقيقه هو له تعقيب، وانا بس في البدايه عايز اسال حضرتك حول الضوابط القانونيه فيما يتعلق باللي اتعمل في لجنه تقسيم الدواء الانتخابيه بالنسبه للمصريين المقيمين في الخارج، وليه 8 مش 10 او 12 او حتى 15 يعني؟ هو 8 بالنسبه، هي نسبه وتناسب، لان هي كان حوالي يعني النهارده عندنا حوالي المقيدين في مصر حوالي هيقتربوا ل 55 مليون على قاعده بيانات الناخبين، مخصص لهم 540. كان في فئات يجب ان تمثل في نطاق القوائم زي المراه والشباب والمصريين في الخارج وذوي الاعاقه والفلاحين والعمال. هذه الفئات تثبت رؤى ان يجب تمثيلها من خلال القوائم. فالنسبه كانت بالنسبه، نسبه العدد الناخبين بالنسبه للمصريين في الخارج بالنسبه لعدد المقيدين على قاعده البيانات في مصر بتكون نسبه تمثيلهم معتدله جدا، وهي يمكن اكثر او تتجاوز النسبه العالميه زي لدوله زي فرنسا مثلا. فاعتقد ان هذه خطوه للامام، وبعد هذا الفصل التشريعي هيكون للمصريين ان يترشحوا بدون تحديد عدد في المجلس النيابي اللي بعد اللي قادم ان شاء الله، وايا كان عدد المصريين في الخارج. طيب دكتور، يعني ضفنا الاستاذ محمد ريان بيقول لحضرتك هو ما فيش ضمانه حقيقيه، او يمكن الكلام ما يكونش دقيق بالنسبه لي انا شخصيا، محتاجين برضو تصحيح من حضرتك. يعني ايه الضمانه ان الثمان مقاعد ما يجوش من المصريين المتواجدين هنا على اعتبار ان هم اساسا مقيمين في الخارج؟ يعني هل في قواعد حددتها اللجنه فيما يتعلق بطبيعه المصريين اللي هم المفروض يكونوا مقيمين في الخارج ما يكونوش من الداخل اساسا؟ هو ممكن لا يمكن يكون في من المقيدين على جداول الناخبين في الداخل. اولا المصري اللي في الخارج اللي هو هيكون له حق الترشح هو المصري المقيم او الحاصل على الاقامه لمده لا تقل عن 10 سنوات. فبالتالي هذه المدة كافية لتحديد من هو المصري في الخارج. نمرة 2، لا يدخل في عدد المصريين في الخارج أو لا يعتبر مصري مقيم في الخارج المعار من قبل الدولة، تمام، الأعضاء البعثات الدبلوماسية، تمام، الدارسين المصريين اللي هم بتوفيدهم الدولة أو على منح لدول أجنبية، كل هؤلاء الأشخاص لا يعتبروا مصريين في الخارج. المصري في الخارج هو المقيم او الحاصل على اقامه لمده لا تقل عن 10 سنين. فاعتقد لا يمكن ان يكون هناك مصري مقيم في الداخل له الحق في الترشح على هذه المقاعد، وده الشرط لاعلان فوز القائمه، ان يكون في كل قائمه العدد الذي حدده القانون للمصريين في الخارج. طيب دكتور، ازاي هيكون في قائمه بالنسبه للمصريين؟ يعني القواعد التنظيميه والاداريه، يعني هيترشحوا ازاي على القوائم وعلى الفردي؟ يعني اولا يعني في يعني بالنسبه للقوائم لهم حق الترشح عليها بنسبه عدد لا يزيد عن 8 نواب. هذا لا يمنع المصري المقيم في الخارج اذا كان مقيد في مصر هنا في اي دائره من الدوائر على قاعده البيانات ان يترشح في الدائره اللي يرغب في الترشح ليها. يعني لو واحد كان مقيم في امريكا او مقيم في اي دوله اخرى
ليه الحق ان يترشح على القائم كمصري في الخارج اذا انطبقت عليه الشروط ان هو مقيم حصل القائمه لمده 10 سنين. طيب يا فندم هيترشح هناك ولا هنا؟ طالب مصري مقيم في الخارج ويرغب في الترشح في اي دائره يحددها هنا له الحق ان يترشح في اي دائره يحددها. بس هيكون كده بالنسبه للمصريين المقيمين في الخارج، يعني تصنيفه كده الناس وراحه تنتخبه وتنتخبه على اساس ده، المقعد ده خاص بيه هو. ايوه هو في القوائم. الناس رايحه تختار قائمه معينه، هذه القائمه شرط قبول، شرط قبولها في لجنه الانتخابات. تمام. ان يكون فيها العدد اللي حدد القانون للمصريين في الخارج. وشرط نجاحها أن يكون العدد المصريين اللي حدده القانون موجود على هذه القائمة. نعم. فإذا المصري في الخارج له الاختيار، إذا كان تنطبق عليه الشروط يترشح على القائمة، إذا لم تنطبق عليه الشروط ويرغب أو تنطبق عليه الشروط ويرغب في الترشح في أي دائرة فمن حقه الترشح في أي دائرة. نعم دكتور علي، هناك يعني تحفظ على هذه الشروط بأنها بتحجم المصريين اللي ممكن تنطبق عليهم هذه الشروط في فئة المصريين المقيمين في دول الخليج، لأن مع منع أصحاب المنح والعاملين بإعارات أو وفود للدولة المصرية سواء سفراء أو جاليات دبلوماسية، كل هؤلاء محظور عليهم وفق هذا القانون أو وفق هذه الشروط إن ما بتنطبقش عليهم. وفي نفس الوقت في من ضمن الشروط إن هو ما يكونش بيحمل جنسية الدولة الأخرى المقيم بها. بالظبط يا فندم. اذا هذا الـ هذه المواصفات ربما لا تنطبق الا على المصريين الموجودين في دول الخليج فقط، انما يعني بالعكس هو عدد الذين مقيمين اقامه طويله المده في الخليج. لا نعم يعني ما فيش في الخليج حد حصل على الاقامه لمده لا تقل عن 10 سنين الا عدد قليل جدا، ولكن العدد اللي هو كان في الاعتبار بناخذ الجاليات اللي احنا اردنا ان نربطها بالوطن اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه وموجوده في كندا وفي استراليا وفي البلاد الاوروبيه، هذه هي الجاليه اللي مقصود بالتمثيل ليها. فليس هناك مشكله بالنسبه للخليج لان اللي في الخليج يستطيع. ولكن الا ترى دكتور يعني. علي الا ترى ان اقامه مصري في دوله اوروبيه او غربيه لمده 10 سنوات ولا يحصل على الجنسيه امر ربما يكون غريب جدا، يعني قعد 10 سنين في اوروبا وما خدش الجنسيه، يبقى الشرط ده هينطبق على حد يكون اقام مده اقل من 10 سنوات؟ لا ابدا ابدا، في دارسين تجديد مصيرهم على 10 سنوات الجنسيه، وفي جدا التقيت بيهم انا في الغرب مقيمين لمده طويله جدا وما حصلوش على الجنسيه، يعني عمليه الجنسيه عمليه اراديه، واحنا في مشكله هنا ان المحكمه الاداريه العليا حظرت الترشح اذا كان الشخص بيحمل اكثر من جنسيه. نعم. فبالتالي كنا مقيدين بحكم المحكمة الإدارية العليا ونحن نضع هذا الدستور، كما أن في نصوص أخرى في الدستور منها القسم ربما تحول واللي بيحصل على جنسية أجنبية أن يترشح لمجلس النواب، وعلى فكرة كثير من الدول تضع هذه الضوابط لأن هذا بيمثل الأمة، هذا يشرع للوطن المصري او للمصريين، فبالتالي كان لابد ان هو يكون متجرد من اي جنسيه اخرى ويتفرد بالجنسيه المصريه. طيب دكتور اخر نقطه مع سيادتك، هل كان في مقترحات من الاحزاب او التوجهات السياسيه المختلفه او حتى من المصريين المقيمين في الخارج بالنسبه لحضراتكم وانتم بتشتغلوا في قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه، ولا هذه الامور طبقا للمعايير اللي ارتأتها اللجنه بشكل بشكل او باخر؟ لا كان في طبعا بعض الاقتراحات من المصريين بالخارج، بس هو حتى الاقتراحات اللي كانت مقدمه من المصريين في الخارج ما فيش اي اقتراح بيتضمن يعني لمزدوجي الجنسيه الترشح لمجلس النواب. كل الاقتراحات كانت بتدور حول تحديد دائرة معينة للمصريين في الخارج، رأينا ان احنا تحديد دائرة للمصريين في الخارج تثير كثير من المشاكل القانونية واللوجستية، ف
فلذلك ان احنا وجدنا في تمثيلهم من خلال القوائم هو الامر اللي بيتفق مع نصوص الدستور ونصوص القانون. اشكرك جدا على كل هذه المعلومات الدكتور علي عبد العال عضو لجنه تقسيم الدواء الانتخابيه، شكرا جزيلا. بنرجع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لضيفنا في الاستوديو الاستاذ محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج، عفوا يا فندم للاطاله واهلا بسيادتك مره ثانيه. هل من لساتك تعقيب على كل النقاط واحنا بنتكلم على هذا القانون بعد اللي قاله الدكتور علي؟ اللي قاله الدكتور علي لا يتطابق لا مع القانون ولا مع الدستور. عندك في قانون اسمه قانون الهجره والمصريين في الخارج، قانون رقم 111 سنه 83. ان ممارسه الحقوق الدستوريه واجب وطني. الدستور لا يمنع اي مصري، ما قالش لا مزدوج جنسيه ولا غير مزدوج جنسيه، ده هو هنا بيعمل تميز بين المصريين في الخارج. دي نقطه. هو قال الحجه كمان الدوائر الانتخابيه، لا هو قال لسيادتك المحكمه الاداريه العليا في مصر بتمنع هذا الامر، معلش بتمنع مزدوج الجنسيه، لان ما اعطوناش الفرصه ندافع عن نفسينا. هي المحكمه الاداريه، ما ممكن في قاضي بياخد قرار وقاضي تاني بياخد قرار تاني. لا طب ما انا اقول لحضرتك على حاجه، انا اقول هذا الحكم يا فندم، يعني لو كان في حد متظلم من هذا الحكم كان طعن عليه في حين. لا ربما كمان ممكن يكون موجود في الدستور، يعني احنا لا 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 الدستور واجب دستوري، والقانون 111 بيقول لنا كذا، وقانون الجنسيه اللي مصر عاملاه اخر مره ومعدله فيه سنه 75 بيقول من حقنا اذا كان بيدي للقيت حقه الدستوري اللي ملوش اب مصري وولد على ارض مصريه بياخد، امال الاصيل يقول لي لا؟ على اي حال على اي حال احنا بنقول ايه؟ اي حد يطعن في الانتخابات دي، اي حد اي محامي اي مصري في الخارج يطعن الانتخابات دي تسقط. هو الامر محتاج حد قانوني بس. ليه بقى؟ ليه بقى؟ هو اذا كان ما هو بيقول حجته القانون، احنا بنقول حجتنا القانون. يعني احنا بس هي الامور مش بالبساطه دي يا فندم. ببساطه يعني ايه؟ يعني لفكره ان اي حد يطعن على هذه الانتخابات طبعاً بعد هذه الانتخابات طبعا ده ليه؟ لانه لان هنا النصوص القانونيه والنصوص الدستوريه هي اللي هتديله الحق. احنا مش بنتكلم كلام بالبق. ارجوه ان هو يطلع على القانون رقم 26 لسنه 1975. اطلع على القانون ده. طيب هو بس عشان تكتمل المناقشه، يا ريت زمايلنا الاستاذ علي عبد الصادق رئيس التحرير، يا ريت تجيبوا لنا حد من اساتذه القانون الدستوري عشان يقول لنا هذا الامر. تمام. هذه الاشكاليه فيما يتعلق بالمصري المقيم في الخارج الحاصل على جنسيه الدوله التي يقيم فيها، هل من حقه الترشح في الانتخابات البرلمانيه القادمه؟ هل هذا الامر دستوري ام لا؟ ثانيا انت اصلا عاطي له حقوقه، انت عاطي له حقوقه كمهاجر، انت سمحت له بالهجره وقلت يتمتع بجنسيته المصريه ولا ينتقص من حقوقه الدستوريه. خلاص انتهينا. قانون الدوائر، الله انت ليه ما بتعملش دوائر بره؟ يقول لك لا عشان العقبات اللوجستيه. امال عملت انتخابات رئاسيه ازاي المره اللي فاتت؟ ازاي عملت انتخابات برلمانيه؟ يا فندم اصل الانتخابات الرئاسيه تختلف عن الانتخابات البرلمانيه. احنا عملنا تختلف، يعني التعقيدات غيرها. انت في الانتخابات الرئاسيه هو شخص استاذ فوزي، انا مش ضد سيادتك بس انا بنقل لك الجوانب. لا 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 احنا انتخبنا في الانتخابات البرلمانيه كمان. بس انتخبتهم من المصريين بس ما ترشحتش. نعم. ما ترشحتش ليه؟ لان كان وقتها كان يمنع. لا قانون ولا دستور لغايه ما خدنا الحق في الدستور اللي هو 2013. فهنا لا، ليه ما عملتش دوائر مغلقه هناك لكل منطقه من المناطق زي منطقه دول اوروبا الغربيه امريكا وكندا واستراليا، منطقه المناطق الاخرى زي كل باقي دول العالم كنت اعطيت لهم مقعدين ثلاثه وننتخب فيما بيننا واحنا ننتخب النائب اللي هيمثلنا. بس استاذ محمد بوجود المصريين في الخارج مش متوازن على مختلف بقاع الارض بنفس الكثافه، ففكره ان تتحدد دوائر وفق يعني حيز جغرافي ربما يكون في عوائق لوجستيه في تنفيذ العمليه. احنا كان كلامنا وكلامنا مع السيد وزير العداله الانتقالي الاسبق والحالي على الاتي، السابق والحالي على الاتي، اعمل دوائر انتخابيه مغلقه لكل منطقه زي منطقه الخليج العربي دي فيها عماله كتير وفيها ناس كتيره. المنطقه دول اوروبا الغربيه دول متقاربه وممكن ان تتم فيها الانتخابات بطريقه او باخرى. منطقه امريكا وكندا واستراليا دي تبقى منطقه لوحديها. باقي دول العالم تبقى منطقه زي ما عامله فرنسا.
اصل احنا مش هنخترع. طب هي دي اول تجربه بالنسبه لمشاركه المصريين في الخارج كمرشحين، اول تجربه. هو الدكتور علي قال ان المرات اللي بعد كده البرلمانات اللي هتلي هذا البرلمان القادم هيكون عدد المصريين المرشحين من الخارج عدد مطلق، يعني مش محدد بثمن مقاعد. قال بناء على الدستور، لان هي دوره واحده بس. نعم. عشان خريطه الطريق، ونحن مع خريطة الطريق. وإنما احنا بنقول ايه، انت تخش التجربة عشان تستفيد، لان انت ما يكون لك عضو ناس موجودين حصل على الجنسية حتى. قال طب ما يقرب الفجوة بين البرلمان الاوروبي والبرلمان المصري، برلمان الدولة اللي متواجد فيها وبرلمان مصر. ايوه فهمت، بس هو عضو باني جنسية؟ يعني انا انت سيادتك دلوقتي حصل على جنسية سي الامريكية. انا معايا الجنسية الاسبانية. طيب يا فندم، سيادتك هتبقى عضو في البرلمان المصري بناء على الجنسية المصرية ولا الاسبانية؟ لا بناء على الجنسية المصرية. طب ما انت مثلا، لان انا عندي الجنسية المصرية اصلا، اذا كان انا من حقي دخلت البرلمان الاسباني. ما هو القانون الاسباني اليس من الاجدى ان انا اخش البرلمان الاسباني بيتيح ده؟ يعني هل القانون الاسباني هو بيتيح ده؟ طب انا هقول لحضرتك على حاجة. في اتفاقية اسمها اتفاقية حقوق المهاجرين لعام 1990 مصر ماضية عليها، بتدي لك كافة الحقوق الدستورية. الله، انت هتتنص المعاهدات الدولية ولا ايه؟ انت ما قلتوش الكلام ده ليه؟ لا الكلام ده قلناه وموجود في مذكرات رسمية، قلتوه للجنة التقسيم الدولية وعملنا مؤتمر وجم حضروه. هم ما خدوش بيه. ما علينا، يعني احنا دلوقتي يعني مش ايه، مش في مجال. في اتفاقية تانية اسمها اتفاقية حقوق الانسان ماضية عليها مصر، دي أول حاجة الحقوق المدنية. تحرمنيش من حقي في مصر طالما أنا معايا بطاقة رقم قومي، فأنا من حقي. ومن له حق الانتخاب له حق الترشح. طب ده مبدأ قانوني. طب أستاذ محمد، حضرتك طلبت يعني حد قانوني يجيب لينا على تساؤلاتنا، وبالفعل بينضم إلينا عبر الهاتف المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. سيادة المستشار، يعني احنا في قضية جدلية بشأن مشاركة